بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بالنسبة لطلاب الصف السادس الإعدادي، إن شاء الله النهاردة مراجعة question number 2 السؤال الثاني and question number 3 والسؤال الثالث ورقة الامتحان. ولكن دايما كلنا البداية مع بعض، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بالنسبة لي question number 2 طبعا من 4 marks، من 4 درجات every one أو each one mark، يعني كل نقطة فيها درجة. السؤال بولينا read and complete the text with words from the following list. read يعني اقرأ and complete وأكمل the text النص اللي معانا with words من الكلمات from the following list من القائمة اللي هو عاتيها لنا. إيه عشان نتعامل مع هذا السؤال، بقولنا السؤال في الامتحان عبارة عن قطعة غير موجودة في كتاب المدرسة، يعني مش من قطع أو مش أو اسمها unseen، يعني أول مرة الطالب يشوفها، ولكن معتمدة على منهج أو كلمات المنهج، مكونة من 50 كلمة وبها 4 فراغات، 3 منها على المفردات، يعني 3 بتقيس معرفة كلمات المنهج، وهناك قائمة وواحدة فقط على القواعد، يعني في 4 نقاط، 3 معتمدة على الفوكاب على الكلمات وواحدة على القواعد، وهناك قائمة بـ6 كلمات منها 4 مفردات و2 قواعد يختار منها الطالب لكي يملأ الفراغات، يعني في ست كلمات في القائمة اللي هنختار منها 4 كلمات و2 قواعد بيختار الطالب لكي يملأ الفراغات. طب نتعامل مع السؤال ازاي؟ أول حاجة نقرأ الكلمات اللي عندنا في الجدول، نقرأ الكلمات دي كويس اللي بتبقى في الجدول ده، شكل السؤال قدامنا read and complete the text with words from the following list. أول حاجة بنقرأ الكلمات، يعني عندنا نقرأ will renewable fuels won't recycle cut، بعد كده بنقرأ القطعة، يبقى نقرأ الكلمات ونترجمها. أول حاجة نقرأ الكلمات اللي عندنا دي ونترجم، والسوف رينوبل يعني متجدد، فيولز وقود، وانت سوف لا ريسايكل يعني يعاد تدوير، قط يقطع. بعد كده بنقرأ القطعة، وبعد ما بنقرأ القطعة بسرعة نبدأ نقرأها ونضع الكلمات اللي احنا ترجمناها، وبعدين بنقرأ الكلمة وناخد بالنا ان انا هختار القواعد واختار الكلمات. يعني عندنا هنا we should do our best to keep the environment clean. We mustn't space down trees because they absorb carbon dioxide. Also, we mustn't burn fossil fuel space to avoid climate change. That's why we should use space energy such as solar energy and wind power so we space be able to live in a safe environment. في number one we should do our best to keep the environment clean. يجب أن نبذل أقصى ما في وسعنا للحفاظ على البيئة نظيفة. We mustn't space down trees. الأشجار إيه؟ cut down. يبقى number one عندنا هنا تبقى cut. هنعمل إيه؟ one على cut. We mustn't cut down trees. يعني لا يجب إزالة أشجار أو قطعها because they absorb لأنها بتمتص carbon dioxide. Also we mustn't burn fossil fuels. اسمه fossil fuels يعني إيه؟ وأيضا لا نحرق الوقود الحفري. This is number two. To avoid climate change, that's why we should use space energy renewable. نستخدم renewable energy يعني طاقة متجددة. Such as solar energy and wind turbines, so we space be able. We space to live in a safe environment. We will live, هنعيش in a safe environment في بيئة آمنة. يبقى this is number 4. يبقى هنا number 4 اللي هو عند will. يبقى زي ما احنا شايفين عندنا الباسج، بقرأ بنقرأ الكلمات ونرجع نقرأ القطع ونبدأ مرة تانية نقرأ القطعة ونضع فيها الكلمات.
تعالوا مع بعض number 2 weaving tradition traditional paper thread loom. There are a lot of space arts in Egypt. I learned about the traditional art. I learned about the traditional arts of space at school today. A weaver اللي هو النساج uses a machine بيستخدم آلة called a space. اسمها ايه؟ This crosses بتمرر space under over under and over يعني أسفل وتحت each other to make fabric لعمل النسيج أو القماش. Weavers النساجون can make very beautiful things بيعملوا أشياء جميلة. There are a lot of space arts in Egypt. طبعا there are a lot of traditional artists. Traditional يعني تقليدي يعني فنون تقليدية. يبقى this is number one. عايزين الأدجكتيف. In Egypt, I learned about the traditional art of weaving, اللي هو النسيج. Number two. At school today, a weaver uses a machine called, بيستخدم آلة اسمها إيه؟ A loom. A loom يعني النول. This crosses بتمرر a thread اللي هو الخيط under under and over يعني الأسفل وتحت وأعلى other to make fabric لصناعة الفابريك القماش. برضه عندنا هنا modern حديث ancient قديم flooded فيضان looking أو يفيض looking ينظر planets the stars and the space have always been important to us يعني مهمين لنا. In ancient times people knew what time of year it was by space at where the stars were in the sky والسماء أو النجوم في السماء. The space Egyptians discovered that a star called Sirius appeared in the sky just before the Nile space. Number one, the stars اللي هي النجوم and the space have always been important to us. طبعا the stars and the planets النجوم والكواكب دايما مهمة لنا. But this is number one. Have always been important. In ancient times في العصور القديمة people knew what time of year بيعرفوا وقت السنة it was by طبعا هنا by يبقى ing by looking at طبعا أي حرف جر بيجي وراه الفيرب فيه ing by looking at where the stars were in the sky the space Egyptians discovered the ancient Egyptians يعني قدماء المصريين اكتشفوا يبقى this is number three that a star called Sirius appeared in the sky just before the Nile قبل ما النيل ايه flooded يعني يفيض. بعد كده عندنا number 4 can't couldn't accident hit injured damage there was a bad space on the road to our school yesterday a car space a big tree and the driver was injured طبعا كان في ايه بالقرب من منزلنا سيارة اصطدمت بشجرة كبيرة and the driver والسائق أصيب we were stuck على أصبحنا عالقين and the space move the police arrived وصل quickly and took the space car to the side of the road وأخذ السائق ايه لجانب الطريق unfortunately we went to school late وصلنا المدرسة there was a bad a accident يعني كان في حادث bad يعني سيء يبقى this is number one on the road to our school yesterday a car space a victory a car hit يعني اصطدمت بشجرة كبيرة أو سيارة اصطدمت بشجرة كبيرة يبقى hit a victory and the driver was injured we were stuck and couldn't move وما قدرناش نتحرك couldn't لأنه كنا أفعلنا ماضي. The police arrived quickly and took the damage car وخد السيارة التلفة to the side of the road لجانب الطريق. طبعا ده إزاي نتعامل مع السؤال number 2. تعالوا مع بعض نتعرف على question number 3 وهو سؤال الباسج. Reading comprehension. طبعا سؤال القطع لازم نركز فيه كويس جدا. هو أسئلته بتكون بسيطة ومن نفس القطعة أو ممكن سؤال مترتب على فهمنا للقطعة طبعا إيه اللي ممكن نعمله عشان نحل سؤال القطعة أول حاجة نقرأ القطعة قراءة سريعة دون التوقف عند المفردات الصعبة يعني نقرأ القطعة كده بسرعة ولو عندي كلمة صعبة ما أقفش عندها وخلاص ومش فاهم القطعة لا أمر كده وأقرأ الباقي ممكن اللي جاي بعدها يفهمني الكلمة اللي ممكن أشوفها لأول مرة
نقرأ الأسئلة الواردة على القطعة لتحديد المعلومات التي ستبحث عنها فيما بعد. يعني بعد ما قرأنا القطعة قراءة سريعة بنقرأ الأسئلة، وبعد كده بنرجع نبحث عن السؤال أو كل سؤال في القطعة. نقرأ القطعة للمرة الثانية باحثا عن إجابات الأسئلة وعن الفكرة الرئيسية للقطعة. قد تكون إجابة السؤال الأول في الفقرة الأخيرة، وليس شرطا أن تكون في الفقرة الأولى، أي أن الأسئلة لا تأتي بترتيب القطع أحيانا. نحاول أن نزيد في إجابتك، أي تكون الإجابة على قدر السؤال، يعني الإجابة بتكون على قد السؤال فقط. تمهل في فهم السؤال وتأكد أن فهم السؤال بشكل جيد يسهل عليك استخراج الإجابة. يعني فهم بيسأل عن وير يبقى مكان، بيسأل عن هو يبقى شخص، بيسأل عن وين يعني متى، هاو ميني كم عدد. بيسأل for example what's the main idea، الفكرة الرئيسية، يبقى هو بيسأل عن الفكرة اللي بتدور حواليها القطعة. تمهل في فهم السؤال، يعني افهم السؤال كويس وتأكد أن فهم السؤال بشكل جيد يسهل علينا استخراج الإجابة، يعني افهم السؤال عايز مني إيه. لا تنزعج من الكلمات الصعبة في القطع، لأن لو في كلمة صعبة كده ما خلاص مقفش عندها، ولكن أحاول أفهم المعنى العام للقطعة واستخرج الكلمة الصعبة أو ممكن أخمن معنى الكلمة الصعبة، ونجتهد أصلا وإحنا بنحل كده في إن خطنا يكون كويس عشان اللي بيصحح يفهم أنا كاتب إيه. أهم الأسئلة اللي ممكن تورد عليا في سؤال القطعة، يقول لك give a suitable title for the passage. give أو put، give يعني أعطي أو put يعني ضع عنوان مناسب للقطعة. يعني أنا قطعة بتتكلم عن التلوث أقول له pollution، قطعة بتتكلم عن summer holiday أقول له summer holiday the summer holiday، قطعة بتتكلم عن deforestation عن إزالة الغابات، قطعة بتتكلم عن desertification عن التصحر، عن climate change تغير المناخ. شوف القطعة بتتكلم عن إيه ونضع لها عنوان كأنه paragraph لتايتل. What's the main idea of the passage؟ ممكن يجي لي سؤال يقول لي What's the main idea of the passage؟ يعني ما هي الفكرة الرئيسية للقطعة؟ يعني القطعة دي بتتكلم عن إيه؟ الموضوع اللي هي بتتكلم عنه؟ طبعا هنا بنبحث عن الفكرة الرئيسية من خلال برضو فهم القطعة، يعني أفهم القطعة بتتكلم عن climate change، عن pollution، عن الفيفوريت هوبي، عن فور اكزامبل الفوتبول، عن الكمبيوتر. يعني شوف هي بتتكلم عن ايه زي بالظبط كانها التايتل العنوان. What does the pronoun space refer to؟ الضمير بيعود على ايه؟ بقول لك ماذا يشير الضمير pronoun refer to يشير الى. لو عندي هي اكيد بيعود على مذكر، لو عندي شيء اكيد، لو عندي هي او هم او هز يبقى بيعود على مذكر، لو عندي شيء او هير بتعود على مؤنث، لو عندي ذي او ذم بتعود على جمع. يعني لازم اعرف الضمير او ات بتعود على غير عاقل. What does the underline word mean؟ طب الكلمة دي معناها ايه؟ يعني مثلا جاب لي كلمة وقال لي for example كلمة معناها cross، يعني كلمة cross. What does this word mean؟ angry، بتساوي كلمة angry في المعنى. يعني بالظبط كده كأننا بنقول لنا ايه هو السينونيم المرادف للكلمة. سينونيم يعني المرادف ليها. يعني لو قال لي for example pass اقول له succeed in، او succeed in اقول له pass. يعني بالظبط كده كأني بعطي معنى للكلمة. لو قال لك what do you think is او what's your opinion، يعني ماذا تعتقد او ما هو رأيك. طبعا هنا ممكن اعتمد في رأي اقول in my opinion او I think، ودي رأيي. ممكن لو الرأي بتاعي ممكن اجيبه من القطعة على قدر فهمي للقطعة، او ممكن اعبر من نفسي. وناخد بالنا ان what do you think اي اجابة بتقبل فيها طالما ان الاجابة بتاعتي بتمس الموضوع. يعني what do you think of pollution اقول لك it's so dangerous يعني خطيرة. what do you think of climate change اقول لك it's so dangerous. what do you think of education اقول لك it's so useful يعني I think education is useful. I think climate change is so dangerous. يبقى هنا بدي رأيي واي اجابة فيها بتقبل. Do you agree أو do you think that؟ طبعا هنا do you agree لازم أجف بيس أو نو الأول وبعدين بد رأيي. What's the opposite يعني ما هو العكس، أو what's the antonym of، سواء opposite أو antonym يبقى بجيب العكس أو المقابل. Infer from the passage that، infer يعني استنتج أو استدل من القطعة على،
infer يعني استنتج أو استدل، يعني هاتلي كده حاجة بتثبت أو بتستدل بها على جزئية معينة هو طالبها مني. summarize the first paragraph in one sentence يعني لخص الباراجراف الأول في جملة واحدة. تعالوا مع بعض نشوف كده لو أنا جالي مثال. If someone asked you to name a famous trip to the moon, you would probably say the Apollo 11 trip in 1969. طبعا لو حد طلب مني أطلق اسم رحلة مشهورة للقمر، ممكن أقول له رحلة أبولو 1969. But did you know that when Apollo 17 went there in 1972, there had been five other trips to the moon؟ يعني لما رحلة أبولو 17 راحت للقمر، كان في خمسة آخرين راحوا للقمر. There have been no trips since 1972، وما عادش في رحلات للقمر من 1972. We all know Neil Armstrong was the first person to walk on the moon. Neil Armstrong ده أول واحد يمشي على سطح القمر. But who was the last person؟ ولكن من هو آخر واحد؟ That was Eugene Cernan. He was on the twelfth day trip on Apollo 17, which brought the largest moon rock to the Earth. طبعا ده اللي هو رقم 12 أطلق عليه اللي هو دي، يعني فضل اللي هو إيرجن ده ظل على القمر 12 يوم وأحضر صخرة كبيرة من سطح القمر للأرض. When Neil Armstrong walked on the moon، لما نيل ده مشى على القمر، he said it had been one small step for a man، يعني أول خطوة لرجل، but a very big step for all of us، ولكن خطوة كبيرة لنا كلنا. When Eugene Cernan left the moon، لما غادر القمر، he said we shall return with peace and، طبعا يجب ان احنا نعود with peace and hope، بالسلام والامل. So why were trips to the moon stopped؟ ليه الرحلات للقمر توقفت؟ It was too expensive، كانت مكلفة جدا. But today، ولكن اليوم، as technology gets better، التكنولوجيا بتتقدم، there are plans، يعني في خطط to send spacecraft، لإرسال سفن فضاء to the moon again، للقمر مرة أخرى. What's the thickest mainly about؟ القطعة بتتكلم about it isn't expensive to land on the moon، ليس غالي الهبوط على القمر. Trips to the moon، رحلات للقمر. Neil Armstrong was the first person to walk on the moon، نيل ده كان أول واحد يطأ قدمه على القمر. Trips to other planets يعني رحلات إلى كوكب أخرى. طبعا القطعة بتتكلم عن trips to the moon، ومن ضمنها إن هي اتكلمت عن نيل أرمسترونج، ولكن هو ليس الفكرة الرئيسية. الفكرة الرئيسية إن هي بتتكلم عن رحلات إلى مين؟ إلى سطح القمر. What does the underline word name mean؟ mention speak explain travel. name طبعا نجيبها من القطعة، لازم كل سؤال نرجع للقطعة ونجيبه. If someone asked you to name a famous trip، name يعني هل هو explain ولا mention يذكر؟ طبعا mention، يبقى name means mention يعني يذكر. Trips to the moon stopped because they were dangerous، لأنها كانت خطيرة. Weren't useful، مش مفيدة. Cost a lot of money، بتكلف مال كتير. Cost a lot of damage، بتسبب تلف كتير. طبعا هنا cost a lot of money لأنها بتكلف الكثير من المال. Answer the following questions، هنأجب على الأسئلة التالية. What did Agent Siren bring to Earth؟ طبعا أحضر إلى الأرض، طبعا قالنا في القطعة a big rock، وطبعا نجيبها من القطعة ونكتبها. He brought the largest moon rock to Earth، يبقى أكبر صخرة من على القمر، يبقى نقول كده he brought، which دي نحط مكانها he، ونكتب he brought the largest moon rock، ونكتب عليها that is number 4. When Eugene Cernan left the moon، لما غادر القمر، he said قال we shall return، يجب أو يجب ان احنا نعود with peace بالسلام and hope. What did this show؟ هل ده بيبين لنا what did this show؟ ده بيبين لنا ان هو he is a peaceful man، يعني شخص مسالم. He likes peace، بيحب السلام. And hate war، وبيكره الحرب. طبعا هنا من خلال فهمنا يبقى نقول he liked يعني كان بيحب. He liked لانه خلاص الشخص ده بيتكلم عن شيء في الباص. He liked peace and he
was a peaceful man. يعني شخص مسالم. ممكن نقول and hates war. يعني war ايه؟ يعني ايه war؟ يعني الحرب. يعني هو بيحب السلم وليس الحرب. يبقى he liked peace and he was a peaceful man. ممكن نقول and hated war. war يعني الحرب. and hated war وبيكره الحرب. بعد كده لنا when was the last trip to the moon. امتى كان اخر رحلة للقمر؟ طبعا ذكرها لنا في المسج. قال لنا said it was yes. There have been no trips since 1972. يبقى نقول كده الجزئية there have been no since. يبقى آخر واحد نقول إيه in 17. ممكن نكتب نفس الإجابة there have been no trips since 1972 أو since 1972. فانا بقول لنا when was the last اخر رحلة. طبعا ممكن نذكر الاجابة على طول ان ومختصرة لان الاختصار ان 1972. يعني اخر رحلة كانت in 1972. طبعا دي قطعة واحنا اجبناها. تعالوا نتعرف على قطعة تانية برضو. read and answer. شوف افكار جديدة. elephants الافيال are the largest land animals. اكبر الحيوانات او اضخم الحيوانات اليابس. whales are the largest sea animals. والحيتان اضخم الحيوانات البحرية. the shape of an elephant's head is similar to that of a whale. يعني رأس الفيل اشبه برأس الحوت. elephants are excellent swimmers. الافيال يعني سباحين فائقين. like whales زي الحيتان. elephants use sounds to show anger or for communication. طبعا الفيلة بتستخدم الاصوات عشان تظهر غضبها or for communication والتواصل. female elephants behave like female whales. الأنثى من الفيل بتتعامل أو بتتصرف زي الأنثى من الحوت. elephant's trunk isn't just a large nose or upper lip. يعني ليس فقط أنف كبيرة يعني أنف طويلة or upper lip ولا طبعا شفة عليا. it's very important يعني مهمة جدا. It can do many very important jobs. يعني قم بوظائف. many important jobs. The trunk is also used as if it's a kind of hand. يعني كنوع من الأيدي. At the end of the trunk. في نهاية الخرطوم are two muscles shaped like fingers. يعني عضلتين بتشبه الأصابع. These muscles can pick up food تلتقط الطعام and water الماء and carry them to the elephant's mouth وتنقله لفم الفيل. If an elephant's trunk is seriously injured يعني لو الخرطوم أصيبة the elephant may die ربما الفيل يموت. Without its trunk بدون الخرطوم بتاعه أو السلومة the elephant has great difficulty getting enough to eat يعني يحصل بصعوبة على ما يأكله. بالنسبة عندنا number one the main idea of the passage is sea animals are dangerous. الحيوانات البحرية خطيرة. The similarity between elephants and whales. التشابه ما بين الفيلة والحيتان. Describing whales ولا describing elephants اللي هو بيصف الإليفانتس. طبعا هو describing elephants يعني القطعة كلها بتتكلم عن الفيلة أكتر من الويلز. فعشان كده نقول describing elephants. At the end of the trunk there are two muscles shaped like fingers. قلنا بتشبه مين الفينجرز اللي هي الأصابع. If an elephant's trunk is injured he can't eat. يعني لا يستطيع الأكل لو الخرطوم بتاعه أو الزلومة أصيبت. What are the largest sea animals? What are إيه هي largest sea animals? طبعا قلنا هنا مين the whales يعني الحيتان. ممكن أكتب the whales ممكن نشيل what فقط ونقول the whales are. The whales are ونكمل الجملة are the largest sea animals. Sea animals يعني أكبر الحيوانات البحرية. In what way are elephants similar to whales? إلى أي مدى يتشابه الإليفانتس مع الويلز؟ نجيبها من الباسج القطعة. Like whales زي الحيتان. Elephants use sounds to show anger.
communications والفيميل عندنا أصل كمان behave like female whales. طبعا في جزئيتين نذكر الاثنين عندنا في الانسر ونكتب عليه the number 5 والإجابة كلها بتكتب في ورقة الإجابة. Why is an elephant's trunk is important؟ ليه خرطوم أو زلومة الفيل important مهمة؟ قال لنا هنا طبعا هنا بقول لنا it can do many very important jobs. The trunk is also طبعا بيقوم بوظائف كثيرة. طبعا ممكن نبدأ الإجابة من عند كلمة elephant's trunk isn't just a large nose or lip. It's very important. It can ممكن نبدأ من عند can it على طول. It can do very important things. It can do many very important jobs. The trunk is also used as if it's a kind of hand at the end of the trunk. Muscles like fingers. These muscles can pick up food and water and carry them to the elephant's mouth. لحد كلمة mouse كده. وطبعا دي إجابة السؤال number 6. ونكتب عليه من هنا الإجابة ونكتب على number 6 من عند it can لحد النهاية. يبقى it can do many very important jobs. The trunk is also used as if it's a kind of hand. At the end of the trunk are two muscles shaped like fingers. These muscles can pick food and water and carry them to the elephant's mouth. يعني بيساعد في عملية نقل الطعام. ومن هنا وصلنا لنهاية الجزء الخاص بالسؤال question number 1, 2 and 3. وانتظروا إن شاء الله أسئلة للتشويس اللي هو أسئلة الاختياري أو تشويس على الفوكاب على المنهج. والسلام عليكم ورحمة